كابتن شريف عايز يقول يا كابتن ايه، او انا يعني انك انت لو انت في كل هجماتك بتصب على شريف، يعني 7-8 فرص متاحين للتسجيل وسجلت هدفين بس، ده ممكن يبقى نتاج الماتش يطلع تعادل 2-2. فاهم قصدي؟ يعني انا لما تتاح لي 7-8 فرص حقيقيه للتسجيل وسجل هدفين، ما انا ممكن في ماتش زي دي يجي فيها جولين. فاحنا بنقول لما تتاح ليك 7-8 فرص انت سجل 4 فرص على الاقل. واخد بالك، هو مش اعجاز انك تسجل 3-4 اهداف. هو طبعا تسجيل الهدفين ده شيء جميل جدا جدا، وتحسب لمحمد شريف العوده، وحاجه جميله جدا وانطلاقه جيده جدا، لكن ومن وجهه نظري كان ليه ركله جزاء كمان صحيحه، وليه ركله جزاء صحيحه ثانيه. لكن احنا بنقول لما تتاح ليك 4-5 فرص حقيقيين لازم تسجل الاربعه، لان في ماتشات هتحتاج الهدف الثالث ده. يعني زي ماتش النهارده كده، انت النهارده الجول الثالث اللي سجلته اون جول اون جول. بس يا بلال ما فيش جولين يخشوا فيه بهذا الشكل بإجاد. بس وارد يا كابتن. وارد، بس لا في كرة القدم وارد، الأخطاء واردة في كرة القدم. الفرقة مش قادرة تتصرف ورا، مش قادرين يتصرفوا. ربيعة وحتى محمد عبد المنعم النهارده بيحاولوا، في إجهاد واضح على التنفيذ.